السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناتكم بابلو للمعلومات. اليوم أتيتكم بفيديو جديد وهو طريقة زيادة متابعين الفيسبوك بطريقة سهلة عبر هذا التطبيق الذي سوف أريكم الآن، هو روسكي لايكر. قبل أن أبدأ الشرح، المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك. فلنبدأ الشرح. هذا هو التطبيق أحبابي في الله، تطبيق رائع جدا وسهل الاستخدام. أحبابي في الله، أؤكد عليكم المرجو الاشتراك في القناة، المرجو الاشتراك في القناة لكي نستمر في العطاء أحبابي في الله والمزيد من فيديوهات الهاكر والتطبيقات والألعاب والعديد من الأشياء الجديدة إن شاء الله في هذا المجال. والطفل شارد وقد تمزقت آلامه، صغير في نظير العمر عقله كبير، منتظر أين من يحميه هنا أو من البلوى يجيره، فراشه التراب قد توسد الصخور، طريقة سهلة. من رآه لم يكن به فخورا، سألته أما من نور في الحياة، أما من بسمة قد تذهب المعاناة، أجابني بحسرة ودمعة سيالة، بنظرة حزينة فلتسمعوا ما قاله، فلتسمعوا ما قاله. ثم دعوني دعوني أحكي ما ببالي، أحكي ولا أظن أن من نحرك الشاشة لكي تصعد لنا هذه العلامة هنا. إشارات الواي فاي ضعيف، الواي فاي ضعيف جدا هنا. انتظر، هنا نكتب هذا الكود في هذا المكان. دعوني كل ليلة دوما ألقى العذاب، نضغط على كنترول كونتينيو ثم ننتظر. في قلبي في العسر لم أجدك، أطفأت نور دربي، شربت كأس اليأس والأسى. هنا ننتظر 5 ثواني ثم نضغط على سكيب أرت أردت ابتسامة أو باسي رالوس. أريد أن أواصل لكن قواي خارج. هنا أحبابي في الله، الخطوة المهمة، نضغط على أوتو فلو لزيادة المتابعين. ثم أحبابي في الله نضغط على سيب ميت ثم نخرج. فلنذهب إلى الفيسبوك لنتأكد هل ازداد عدد المتابعين أم لا. انظروا، 6939، 6946، 6951، 6956. انظروا، كما ترون زيادة متابعين واضحة جدا سهلة، الطريقة سهلة. أتمنى أن يكون قد أعجبكم الفيديو. إذا أردتم المزيد من هذه الفيديوهات الصادقة، أتمنى أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لكي تتوصلوا بكل جديدنا. إن شاء الله ننال رضاكم في الفيديوهات القادمة. كل شخص يطرح علينا فكرة لكي نقدمها في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. وإلى اللقاء، كان معكم أخوكم أحمد من قناة بابلو للمعلومات، وإلى اللقاء.